منورين. أول يوم من أيام، أنا قاعد أتكلم مع مين؟ مع الكل. أول يوم من أيام كلكلة، وأول فقرة تحكي عن واقع هذا البرنامج اللي هو برنامج تمثيل دراما، وأنتم ما شاء الله تبارك الله كلكم ممثلين. الله، هذه الفقرة الأولى اللي هي فقرة أنا أكلم مين يا ناصر المثل؟ معي 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 الله يسلمك. بالله أي واحد يحكي قل لي، تمام؟ استاذ اللي استاذ الكاميرا استاذ شوفها ترى برجع. لا لا خلاص لا. انت هذا حاطه جنبك ميزانيه اسلم، ترى عشانك اكبر مني يا الله اكبر. الله اكبر من اول عشان ولا واحد. يلا نبدا ايه الكاميرا معك، كاميرا دراميه، فقره دراميه. حمود ارجع، والله حمود ارجع. طيب. يقول كلام عليك مو طيب. اي انا شوف ايش الحركات. حجي اعرف الترجمة اللي قال كلام. طالب المثالي تعال جنبي. قول له مشق الشك. ناصر المثالي تعال جنبي. سليم ايش؟ لا 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 شكرا، حنبدا الفقرة مباشرة. يا شباب، في بعض الملاحظات جت من الجمهور، طبعا يهمنا الحقيقة كثير كلام الجمهور وملاحظاته. اكيد. اللي هي التداخل في الكلام كثير قد لا يوضح مع الفقرة، يعني بعض الأحيان فقرة حلوة لكن تداخل كثير فيلغي جمال الفقرة. نعم. عشان كذا من فقرة الكاميرا معك نبي نحاول إننا نعطي المجال للشباب اللي حيشاركوا في الفقرة، طبعاً كل مرة ثلاثة يشاركوا في الفقرة. فالتعليقات تمام، الرياكشنات وقت الشغل وقت التمثيل عادي، لكن التعليقات رفع الصوت هذا ما نبغى نهائياً، نبغى نشوف شغل الشباب وتمثيلهم. طريقة الفقرة، الكاميرا معك حتعطى 10 دقائق وحتعطى مشهد، أركان المشهد، أنت حتاخذ راحتك وحتمثل مونو دراما، يعني حتمثل لحالك، يمكن تمثل دور أو دورين، ماشي؟ نعم. في نهاية شغلك ممكن نتكلم مع الشباب وندردش معاهم حول أدائك، تمام؟ إذا شفنا بعض التعليقات من الجمهور ممكن نقراها. 3 فقط في كل يوم، أنت إيش فيك تقرأ؟ ما لك شغل في الورقة؟ ما قريت. معليش انا قريت. معليش رجع. قم قم قم. يوتيوب 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 يوتيوب. والله اني ارجع مكاني. ارجع ارجع لاخر مثال. لا لا مكانك. لا خلاص انا مصاب اقدر اجي؟ لا 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 مكانك. اليوم اللي حيشارك معانا في الكاميرا معك 3 من الشباب، محمد الفرنتي وعلي الهمش ومحمد الشمراني. تمام، كل واحد حيعطى 10 دقائق وحنعطيه أركان المشهد، المشهد مو كامل، حنعطيه أركان وهو عاد يكمل المشهد. ومحمد الفرنتي جاهز؟ جاهز. نقول إن شاء الله. طيب نعطيك أركان المشهد اللي هو شخص يبحث عن وظيفة. أيوه. تمام؟ أيوه. والموظف اللي يقابله معقد جدا. معقد معقد. واضحة؟ واحد يدور وظيفة والموظف اللي قابله معقد جدا. تعال استريح يا أستاذ وليد. لا 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 هنا هنا بقول هنا. لا والله. دقيقة خلينا عشان الوقت معك. الآن هو بيمثل حالة طبعا. أي لحالك تاخذ الدورين. بإذن الله. تمام؟ والله يعلم. ما أقدر له أكبر مني ده. صراحة ما شاء الله. 3 يلا. 2 توكلنا على الله. صراحة ما عندنا شيء، لكن بإذن الله إن شاء الله تشوفون اللي يصوركم الآن بإذن الله. هي عبارة عن موظف وهو معقد. خلاص نبدأ. ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. يلا. حنا والله فاضيين، حنا المغرب دوام دوام دوام. وش الكلام هذا؟ خلنا نبى نطلع، نبى نفلة، نبى وش هذا؟ السلام عليكم اخوي، كيف حالك اخوي؟ طيب بالله سمحت انا ادور على وظيفه حنا بنحاش الحين من هنا وانت وظيفه؟ قسم بالله يا اذا طال عمر، اقسم بالله اني محتاج رحم فيها والحال الله اعلم به. تبغى وظيفه؟ طيب اذا سويت جلوس وقيام 3 مرات أوظفك. والله طيب أبشر أبشر. 1 2 3 تفضل طال عمرك. مصدق أنت وجهك؟
انت وين قلت سو ها وجيتك ما تعرف تذلف من العامية اذلف تذلف ويارتك شغل قسم بالله وش شغل انا ادور شغل وانت بتسوق لي شغل ولد صاحي انت طيب لو سمحت شوي شوي صاحي انت شوي شوي حول ولا قوة الا بالله يا اخوي ارحم والدينك يا اخي من وين لقيتك يا ارحم اثنين جابوك يعني ما يحتاج انت يبغالك انت شغل انت ها يبغالك شغل انت ما يحتاج انت صاحي والله قسم بالله صف والله خلاص يا اخي خلاص يا اخي خلاص يا اخي انا ما راح ارد عليك ولا راح امد ديني عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقربكم لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم لي مجلس يوم القيامه احاسركم اخلاقا وانا ما راح ارد عليك لان بحسن خلقي واطمع ان اكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول لك ولجميع المشاهدين الاخلاق تكون بجوار رسول صلى الله عليه وسلم اسال الله لي ولكم الاجتماع بين يدي الله سبحانه وتعالى والوقوف في جنته ورؤيته اللهم امين اعذرونا اعذرونا ان قصرنا صراحه بيض الله وجهك اقعد على الكرسي بارك الله فيك صراحه انا ما عديت لكن ان شاء الله انه وفينا شيء طيب اذا في احد عنده تعليق يا شباب اي والله عندي تعليق طيب ابدا تفضل لكن هو ناقد بناء ومحبه وخير ان شاء الله انت الان في شخصيه الشغل اللي يدور وظيفه في دور وظيفه في نقطه مهمه انه المشاهد بهذه الطريقة مثلاً صح؟ جميل طيب أنت ليش غطيت؟ لأن الجامد كشف إيه نعم لا أنا أقول لك هي فكرة حلوة أنت سويت الشماغ كذا أنا خلت شخصيتين شخصية من جهة عشان تعبير وجهك تبان والرياكشن المرض اللي كنت ناسفها صحيح إيه هي بس فقط بناء طيب دقيقة بعد إذنكم نسمع وليد ماشي حبيبي إبراهيم طيب أنا إبراهيم. أقول حاجة عندنا انت دحين جيت للموظف اوقف ابراهيم اذا جيت للموظف اقعد يا ابراهيم حلو اوقف اوقف دحين انا الموظف انت ما اقنعتني مره انك تبغى وظيفه الطريقه اللي جيت مره ما اقنعتني ما اعطيتني شهادتك ايش يعني لا ايش فيها الورقه جايب لي ورقه فاضيه ما فيها شيء لا دورت ملف مالي لا تبين بين انا عندي خبرات عندي شهاده متخرج من جامعة عشان تقنع الرجال اللي عندك شكرا على الكلام لكن الكلام وش هو تفضل المضمون انه معقد لا يسمع وقافل الدنيا معقد دائما يقفل في وجهك تقنع لك مجال هو مقفل لك شهادات ما في امل هذا شخصيه يا ابراهيم شكرا على سامع صدري تغريدات للفرنتي ثم نعود لاسئلتهم ايش رايك دقيقه تغريدات طيب طبعا في ثناءات كبيره على اللي اديته ما شاء الله تسلم على راسي احدهم يقول ما شاء الله عليه بطل في كثير يقول استغرب ليش دائم تأدي الوظيفة وطلب الوظيفة يقول طول عمره يدور وظائف عسامه بحاجة والله شوف من هالناحية في أشكالية في معاناة يعني في معاناة لحد في واحد يقول اللي يشوف الفرنتي يقول مجنون يرمي نفسه ويضرب نفسه هذا المشهد وهذا الدراما ولا بعد شفتوا شيء ها أحدهم يقول بطل يا الفرندي واللي يقول أبدع اللي يقول حتى المشهد في كل عن الوظيفة إيش السالفة بس صراحة أبداع الحمد لله طيب والله كلمة على راسي هذه بعض الابداع ما شاء الله اللي قلت كسر وراح فيها فنان والله اعجبني شيء جميل الناس اللهم صل على محمد اثنين في واحد ما شاء الله هذه قناه ماسة ترى هي اللي تغرد لنا الحمد لله الى اخره نعود للشباب برضه طيب عبد الرحيم بعدين نرجع للضفه الثانيه اقعد يا محمد عبد الرحيم هو جالس انا بس حاب اقول لك انا حاب اقول لك نقطه جدا مهمه يعطيك العافيه ما قصر ابدعت صح اللياقة أقول صح اللياقة من جد ما شاء الله يعطيك العافية ما شاء الله سامع صديقي جميع طيب من هناك من أول من السعداني السعداني تفضل طبعا البيضة أنا أشكرك شكرا جزيلا الله يجزاك خير والله على حاجة واحدة مهمة جدا وهي الهدف لا فنيا الهدف طبعا هذا كانت توب مع انه اللي ذكر انك تأدي دورين وخلاص بس انت احسنت انك جبت لنا معلومه واستفدنا منها ايضا فنيا كنت تتعامل مع الشخصيات انه تمسك هانه
تجيل الآخر نفس المسكة. في نفس المسكة وتتعامل النظر للي تحت نفس النظر اللي تحت بيكون لها فوق، وهذا ما يعملها إلا مبتع. فأنا أشكرك. سليم ها كسر علي يا شيخ. بتشارك؟ أقول وجهة نظري بس. تسلم يا عزيز. أول شيء الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وأنت ما شاء الله عليك أديت المنو دراما كأنها ديو دراما فعلاً. أشعري وقف وقف. فأديت أنت المنو دراما كأنه ديو دراما، ففعلاً كانت قدامنا شخصيتين. يمكن حاجة واحدة لأنه ما أديت يعني أو أنك ما عديت للبرنامج للفقرة هذه، أنه كانت شخصيتك بالشماغ للموظف نفس الشخصية للي جاي يقدم طلب. هذا شيء. الشيء الثاني اللي أنا لاحظته أنه شويه شويه ما في واقعيه، يعني في شويه اوفر، يعني ممكن الموظف يكون ما هو مزاجي او يكون في حاله ما هي رايقه، بس ما اتوقع انه في موظف حيتعامل بالطريقه هذه مع متقدم جديد. كلام كلام طبعا هذا وصف المشهد معليش، هذا وصف المشهد انه معقد. هي شخصيه المعقد صراحه. انا قبل ما اجي فتحت مقال اليوم فقعدت اقرا شخصيه المعقد. وش هو المعقد؟ هو الشخص اللي لا يسمع ولا يتفاهم باسلوب لينه. جميل. يعني على طول ايش تقول كيف الحاجه وش عندك؟ صح صح كذا. بس مع هذا اسمعني اقول لك، هذا اروح اشتكي للمدير حقه ما خلاني بطني يا جماعه. ما عندي اروح ابرك بس ما طيب طيب في النهايه مبدع يا شباب. بس بالاخير انا اقول لك والله شوف، يعني انت اديت المنو دراما بدي دراما وفعلا شفنا شخصيتين كذا. قول سلام يا عراس. المداخلات يا شباب بعد اذنكم نرتبها عشان ما يكون في تداخل. ايوه قطعوني بعد اذنكم. عبد المجيد بعدين راشد بعدين انت. طيب اول شيء ما شاء الله تبارك الله يوفقك. خليك مكانك. اجلس. لا لا خليك. طيب اللي شفناه طبعا الرجل تم التضحيه به، يعني هذه شجاعه منك تكون الاول، لانه طبيعي احنا برا الصندوق الان وبنشوف الاخطاء وكذا. صحيح. وانت اللي يعني احنا الان قاعدين نتعلم، اذا في خطا معين ما راح نسويه. لكن في النهايه ترى على انك الاول ابدعت صراحه، والرساله النهائيه لذيذه. بيض الله وجهك. آخر شيء راشد، أنا بس ودي أهنيه إنه كان فعلا أسد تجارب، لأن حقيقة نستفيد، وهذا أحد الفوائد إن الآن قاعدين نتعلم من انتقادات الشباب. صراحة يعني أنا أقول لكم بالمنطلق، يعني والله ما عديت لها ولا شيء، بس قرأت الشخصية وحتى قلت لكم اعذروني إن كان في أخطاء. والله كذا ترجلي يا عطل باشا. تدري نقطة القوة عندك عبد العزيز إذا سمحتوا لي شباب، أنت أو محمد عفوا، أنت البداية اليوم ودائم البداية عليه العين أكثر. صحيح. والآن عندنا ما شاء الله لياقة عالية في الانتقاد ما يحتاج. نعم. والله شرف لنا. وآخر واحد بيكون أخف انتقاد أتوقع يعني، بس الأول الحين فاضيين لو نقعد إلى الظهر. لا والله عقالك كان يضحك، لا والله ترى حواجبك ما تعفطت زين، لا والله مثلا من هالكلام ها. فعموما يعطيك العافية، بداية موفقة، وأترك الوليد. بيض الله وجهك. شكرا يعطيك العافية. أي محمد يا جماعة. طيب يا شباب الفقرة بعض الجمهور في الهاشتاج يقولوا يا جماعة وش الفقرة، يمكن بعضهم تابع ما تابعنا من البداية. نشرح مرة ثانية، الفقرة هي الكاميرا معك. في كل حلقة عندنا ثلاثة يشاركوا فقط من الشباب، وكل واحد يعطى 10 دقائق، تمام؟ الوقت له متاح، يمثل بقى 4 دقائق 5 دقائق وفيها، وبعدين نحن نعلق على المشهد.